بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور أيمن محمد سليمان، طبيب زمالة أمراض معدية بحميات العباسية. أنا هنقل خبرتي كطبيب وكمريض الأيام اللي عدت، الأيام الصعبة اللي عدت علينا من بداية الأزمة في التعامل مع كورونا. أنا كطبيب رعاية بنتعامل في الحميات العباسية مع كم هائل من الحالات الاشتباه بمرض الكورونا، وبحكم عمل الرعاية دايما إحنا بنتعرض للحالات الحرجة، الحالات اللي محتاجة تدخل تركيب أنبوبة حنجرية، إنعاش قلب رئوي. فكنا بنصادف حالات كتير، منها بيطلع سلبي ومنها بيطلع إيجابي. فحالة كانت ثبتت إنها إيجابي، بعدها عملت التحليل، عدلت نفسي طبعا قبلها وعملت التحليل، الحمد لله طلع سلبي. وبعد كده رجعت تاني اشتغلت في الحميات وتعاملنا مع حالات كتير برضه، وفي مرضى كتير بنحتاج نركب لهم أنابيب حنجرية إنقاذا للحياة يعني. رغم إن إحنا بناخد كل الاحتياطات اللازمة، ولكن دايما الفريق الطبي سواء دكاترة أو تمريض أو عاملين دايما عرضة أكتر إنهم يتعرضوا للإصابة. وبعد كده بدأت تظهر عندي الأعراض، بقى يحصل تكسير شديد في الجسم، يحصل سخونية خفيفة شوية، وبعد كده بدأت تزيد مع الوقت، كحة بدأت تزيد مع الوقت. عملت أشعة مقطعية على الصدر، عملت شوية التحاليل اللي إحنا بنعملها في الأول كده عشان نشوف بعض الحاجات اللي بتدل إن إحنا عندنا التهاب فيروسي أو لأ. وبعد كده الأعراض بدأت تزيد شوية، فعملت خدت مسحة تانية فطلعت إيجابي. ده كان يوم الاثنين حوالي 30/3. كلمنا طبعا، بلغوني بالنتيجة، طبعا توجهت للحاجز الصحي في أها، فوصلت هناك حوالي ليلة 31 على الساعة 1 صباحا. الحقيقة أنا عايز أدي لكل واحد حقه، مستشفى أهي مستشفى نموذجي وكل ما تحمله الكلمة من معنى، مستشفى جميلة جدا زي أكنها فندق، أكنها مستشفى خاصة. الطاقم الطبي اللي هناك على أعلى مستوى، ناس استشاري الرعاية، ناس في كل التخصصات، تخصصات باطنة، تخصصات أمراض متوطنة، تخصصات جراحة، كل التخصصات هناك موجودة. الطاقم الطبي شهادتي فيه مجروحة لأنهم إن كانوا زمايلي وكانوا بيهتموا بيا، ولكن اللي وجدته من معاملة لكل الناس، وجدت معاملة لكل الناس، المرضى، كل المرضى اللي هناك، كل المرضى اللي هناك بيشكروا في الطاقم الطبي. كل سرير تقريبا جنبه تليفون، في اي لحظه بيتصل بتلاقي عنده ممرضه، بتلاقي عنده دكتور. يعني ايام الحجر الصحي اللي انا قضيتها هناك، انا دخلت يوم الثلاث، طبعا في بروتوكول محترم معمول من وزاره الصحه، طبعا استاذنا الدكتور حسام حسني المشرف على وضعه. الحمد لله البروتوكول اتطبق من اول ما دخلت. الاعراض الحمد لله 3 4 كانت شديده شويه. من يوم الخميس بدا الكرف يقل والاستجابه للعلاج تبقى اكتر. الحقيقه ان النظام ماشي هناك، بيبقى فيه مرور يومي صبح وليل تقريبا، العلاج بيتاخد في ميعاده. لو في اي وقت يعني يوم الاربع مثلا انا كنت تعبت في وقت غير وقت علاجي، مسافة ان انا اتصلت، وقت ان انا اتصلت في لحظة كان في دكاترة وفي تمريض كان موجود معايا، واي مريض برضو نفس الكلام. حتى انا كان الاوض هناك بتبقى فيها 2، وساعات في اوض بتبقى فيها 3، وفي اوض على حسب كل الحالات بيبقى ازاي. الحقيقة الرعاية كاملة متكاملة هناك، وان شاء الله باذن الله مستشفى هتحقق نسبة شفاء عالية جدا باذن الله. الطاقم الطبي دوت بيتحمل ما لا يتحمله بشر، دكاترة التمريض بقالهم 14 يوم متواصلين بيشتغلوا، وبعد ما يروحوا هيعزلوا نفسهم 14 يوم كمان. ما فيش مجال للحياة، ما فيش مجال ان هم يتصلوا باهلهم او يعرفوا يقعدوا مع اهلهم وهم مرتاحين. خوفهم على اهلهم بيخليهم دايما ان هم بعاد عنهم. لازم ندي للناس دي حقها. وبالنسبة للناس بقى، ربنا يا رب يلهمنا الوعي شوية، لازم نكون في وعي اكتر من كده. الحقيقه ان الناس احنا كنا بنلومها ان هي بتخرج، بس في ناس كتير بتدور على اكل عيشها. في رجال اعمال كانوا قالوا ان هم هيخفضوا. الرئيس امبارح طلع امن لكل واحد اكل عيشه، قال ان مفيش حد هيتخصم من مرتبه. يا ريت نعت رجال الاعمال واصحاب الشركات الخاصه واصحاب الاعمال الخاصه يدوا للناس مساحه ان هي تعرف تقعد في بيتها، اعتبرها اجازه عيد اضحى. لو قعدنا في بيتنا اسبوع او اسبوعين سلسله المرض دي هتنتهي. المرض ده مشكلته في انتشاره، اعراضه دايما بتبقى في ناس بتيجي معاها بسيطه وفي ناس بتيجي معاها شديده. الاعراض الشديده ما بتجيش الا في نسبه قليله،
ولكن مشكلته دايما في الانتشار. الى الان الحكومه والوزاره بذلين مجهود جبار، بس مش لازم نضغط اكتر من كده على القطاع الصحي وعلى الطاقم الطبي، لازم ناخد بالنا اكتر، كل واحد يلزم بيته. الاسواق المزدحمه اللي احنا بنشوفها على طول، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت الناس تلتزم في بيوتها، واللي احنا مش محتاجينه مش لازم نخرج نجيبه، ولازم نحافظ على نفسنا وعلى اولادنا. اكتر حاجه ممكن تخلي الانسان يخاف ان هو يخاف على اولاده وعلى اهل بيته. في بنت هناك كانت محجوزه معايا وخرجت بالسلامه، كان عندها 4 سنين. البنت دي حظها ان والدتها كانت مصابه. البنت دي لو والدتها مش مصابه ما كانش حد هيقعد معاها، لا والدها ولا والدتها ولا اخوها ولا اي حد، كانت هتقعد لوحدها. تخيل الموقف ده وحط نفسك في الموقف ده، انت بتخرج لبيتك بتجيب المرض لاهلك. فانت لو مش محتاج تخرج يا ريت ما تخرجش، يا ريت نلتزم في بيتنا على قد ما نقدر. النهارده من المستشفى الحمد لله صحي الاهم. الحمد لله المفروض ان انا بكمل عزل في البيت 14 يوم. انا بناتي الحمد لله في مكان تاني. طبعا انا بصور لكم من جوه السرير بتاعي مكان العزل الخاص بيا. مشمع كده حاطه حوالين السرير بحيث ان انا اقطع اتصال باي حاجه خالص. دكتور طبعا مش هقدر اسيب الشقه، بس يعني هي في مكان وانا في مكان، بنحاول على قدر الامكان ان انا اكون معزول تماما عن اي اتصال باي حد. والدي ووالدتي في مكانهم، اخواتي في مكانهم، مفيش اي اتصال، مفيش سلامات، مفيش اي احتكاك خالص، ولا حتى كلام ولا اي حاجه من بعيد. نحاول على قدر الامكان نحافظ عليهم، ونحافظ على اهلنا، ونحافظ على ولادنا وعلى زوجاتنا. وربنا يحفظ مصر واهلها من كل شر.